هؤلاء الرجال بهم يتغير الواقع، بهم تتغير السياسة، بهم يتغير حال حزام بغداد، بهم يتغير حال بغداد، بهم يتغير حال العراق. فلذلك إذا نريد نصلح العراق لازم نصلح وضعنا حنا، ونستشعر بمدى الإهمال اللي تعرض له هذا البلد من خلال إصلاح وضعنا، أن نقف مع الناس الصادقين، أن نتكاتف في هذه الانتخابات، نستطيع أن نقرر في هذه الانتخابات، نستطيع أن نقول للفاسد لم يعد لك مكان أبدا، بل في هذه الانتخابات نستطيع أن نحاسب الفاسدين، لأنه الحرامية مكانهم السجن، مو مكانهم يتصدرون المجتمع، ولا مكانهم يستقبلون، ولا مكانهم أن يفرش لهم فراش بمضيف أبدا. الحرامي يجب أن يهان، وبلدنا مو بلد فقير، بلدنا غني، لكن بهذول الحرامية، وهذول الحرامية إلى الآن ما شفنا أحد منهم يتحاسب. ليش؟ ماكو حرامي حاسب حرامي ترى، لكن إذا اختاريت الشريف راح يحاسب الحرامي، حاسب الحرامي على كل هذا التاريخ، ويبدأ صفحة جديدة.